وفن من اربع شطرات تمام وبيحتوي على موضوع قالوا عليه فن الدوبيت وقالوا عليه الحردل وقالوا النمين. الحردل دي ده الفاظ سودانيه يعني لو جيت فسرت الدوبيت الدو اثنين بيتين شعراء يفتح يبتدي بقى يفتح الموضوع ويحكي ويختمه في البيتين دول. قول لي جايه منين اصلا كلمه النميم؟ هل هي جايه من النم ولا جايه من المنمنمات والله ولا جايه منين يعني حسب ما وصلنا برضو والله اعلم. انه دايما في بدايه الغناء النمام يقول لا فكان يعمل كده لانه برضو ارتجاله صعب ومش هيرتجل لك في دقيقه بيفكر لازم ياخد مساحه ولازم ينقح كلامه وكده فلازم دي بتديله مساحه انه يفكر بالظبط ترتيب مواقف ده ترتيب قوافي ترتيب مواقف لكن الفن ده موجود فين بقى غير في اسوان؟ يعني هو انا اعرف انه مثلا موجود في البحر الاحمر هل موجود في البحر الاحمر السودان في السودان في السودان وفن سوداني كتير فن سوداني فن سوداني لا هو مش سوداني يعني بس هو اتروج في السودان اكتر من هنا بس شعراء هنا ككلمتهم اقوى من السودان. قدير حول مسار الجيش عشان النملة وحفظ الفتية في الكهف وورقة العملة واركان ديننا بخاتم الرسل مكتملة ويلخص لنا مفتاح الجنان في جملة جملة صريحة سطرها الملك في علاه فوق عرش السمانية يوم إذن حملاه بالأنوار كتب لا إله إلا الله وختم وقرنها بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليل سبحان من دعاه زكريا للإنجاب وهب له يحيى ومن بعد الأمل ما جاب وظنون ابن متى وظنون ابن متى دعاه في البحور لأجاب وحفظ ابن يعقوب في غياب تجاب وطاها إذا مدح صبت دموع جرية وانجلى هم ليل نور طلعت الفجرية طاها طاها إذا مدح صبت دموع جرية وانجلى هم ليل نور طلعت الفجرية صاحب الهجرة يوم صاحب الإسرة يوم قسيت قلوب حجرية وصاحب الهجرة في رأس السنة الهجرية